يسعد أوقاتكم يا حبايبي يا كرام النفوس. اليوم حكايتنا من جارة أم العروس، عن العريس اللي بعد العرس بكم يوم بلش يحوس. قالت لي: يا جارتي ساعديني دخيلك، بركي في شي بحياة بنتي متسوس. ضحكت الجارة وقالت لها: الحق عليكي، مفتاح قلب الرجال معدته، هذا الشي من زمان مدروس. ما بدها كاني وماني وريشة غراب وشعرها من شارب ببسوس، لا تجني وتروحي وتجي ولا تفوتي بكل هالطقوس. بس لو ما خليتي بنتك تتعب بعمل لمونة وتكبها الفلوس، كل دواها مرطبة من منتجات الدرة أطيب مقدوس، من خيرات البلد شرقت عليها شمس الشموس. وبالفعل البنت ما كذبت خبر وجابت على بيتها من الدرة مقدوس. ومثل السحر تغير كل شي وصار معكوس، وعاشت أحلى حياة مع زوجها وخلصت من كل هالكابوس. بالهنا والشفا يا صايمين، رمضان كريم.